عليكم، معكم هاجر مجبر كوتش متخصصة في التربية والأسرة، ومعكم لي كابسول مع الكوتش على قناة بالبريس. مع أول شهر رمضان المبارك، الله يدخلوا علينا إن شاء الله بصحة وسلامة وصوموا في أحسن الأحوال والظروف. كاين بزاف ديال التساؤلات للآباء ولا البالغين اللي ترافقوا الأطفال تتسألوها، هي كيفاش نديروا من شهر رمضان واحد الفرصة أنه نوصلوا ولا نعلموا الأطفال ديالنا واحد المبادئ والقيم اللي مبنية على لي تراديسيون، على لي فالور، وعلى الحب الاخر، وعلى التعاون، المشاركه ديال اما الحوايج اما الماكله اما بزاف الحوايج اللي تتبنى حنايا سهله. هو التعلم دائما تنبغي نفكر الاباء والبالغين انه التعلم هو عن طريق المثال. الا بغيت الطفل ديالي يتعلم واحد الحاجه، نكون انايا القدوه، نكون انا هو المثال ديالو في هذيك الحاجه. اذا شهر رمضان هو فرصه ذهبيه اللي غتخلينا 30 يوم نشاركوا الطفل ديالنا بواحد القصص، بواحد لي زاكتيفيتي اللي هما ساهلين اللي غادي يخليوه يحس بالاخر. شهر رمضان ماشي هو نصوم ما ناكلش وما نشربش، هو واحد الشهر اللي غادي نخلي المشاعر ديالي كذلك نحس بواحد السيد ولا بواحد السيده اللي ما عندوش، نتصدق بالحوايج اللي عندي صغار عليا، اللي مازالين في واحد ليطا زوين، ماشي ضروري يكونوا قدامو ولا بلا ولا فيهم واحد فيهم دي ديفو، لا تنتصدقوا بالحاجه اللي هي زوينه، الحاجه اللي باقا جديده، باش الطفل تيحس انه المبادئ ديال العطاء والمبادئ ديال المشاركه هي مبنيه على الحب، هي مبنيه على نعطي من داكشي اللي تنبغي ماشي من داكشي اللي ما تنبغيش. هذه اول نقطه اللي نقدروا نعلموا وليداتنا في شهر رمضان. نقطه ثانيه هي كيفاش المبادئ الاسلاميه ديالنا، المبادئ ديال الصلاه، المبادئ ديال الزكاه، المبادئ ديال الكلمه الطيبه، ونمشيو للطفل حسب السن ديالو. مثلا السن ديال 3 سنين غادي تكون ماشي في الزنقه وغادي يسمعني قلت غير السلام عليكم المول الحانوت ولا من عند السيد اللي غادي نتقدم عنده، وغادي بلا ما يسولني نقول له شتي ولدي راه افشاء السلام هو واحد الحسنه خديناها، راها في شهر رمضان ومن غير شهر رمضان كاين شي حوايج اللي هما بساطين اللي تيخليونا دائما بحال تنزيدو نفكروا الطفل، تنخليوه يتشبت بهذوك المبادئ ديالو، افشاء السلام، الابتسامه في وجه الجار ولا الصديق ولا واحد السيد اللي يمكن ما تنعرفوش كاع وتنبتسموا له، اماطه الاذى عن الطريق، كيفاش يبان لي مثلا واحد زبل في الارض ولا قشر ديال البنان ولا اي حاجه، ونعلم الطفل ديالي انه نهز هذاك الشيء اللي في الارض ونديرو في واحد البلاصه اللي هي ملائمه للنفايات. هي اشياء بسيطه وسهله جدا اللي تنديروها في غالب الاحيان بدون وعي. الفرق ما بين شهر رمضان وما بين الايام العاديه هو هذاك الجو اللي تيكون غالب في المدينه كامله وفي البلاد كامله، هو الصيام والصلاه وكل شيء تتحس بهم واحد سي لا ميم امبيونس. دونك في شهر رمضان تنحاول نزيد نركز على هذه المبادئ، وما نبقاش مع الطفل ديالي مثلا غيبان لي تبان لي النفايات في الارض غادي نهزها، غير هو نهضر الوعي، ندير واحد الحاجه بوعي، واحد الحاجه اللي هي تخلي الطفل ديالنا يسول ويفهم ويعرف شنو هو المبتغى ولا شنو هو المغزى من هذاك من هذيك العمليه اللي درنا. اذا بواحد الاشياء اللي هي تتبنى بديهيه تنوصل لواحد المبادئ قيمه ومبادئ اللي تتخلي الطفل ديالنا يكبر هو عنده واحد الهويه، لانه مبادئ تتخلي له الهويه ديالو، تتخلي له حس الانتماء، تيحس براسو بلي حتى هو راه ينتمي لواحد المجتمع اللي هو عنده القيم ديالو، اللي عنده دين ديالو، اللي عنده واحد المعطيات اجتماعيه ومعطيات اللي هي اقتصاديه، تتعلم انه ميم الماكله راه ما يمكنناش نشريو كل شيء، ما يمكنناش ناكلو كل شيء، اذا تيولي تيدير التدبير والتدبر في المشتريات كذلك. اذا شهر رمضان هو من غير الطابع ديالو الديني والطابع ديالو الروحاني اللي تيخلينا نرتاحوا لواحد الدرجه زوينه بزاف، هو كذلك فرصه قيمة وفرصة ذهبية اللي تخلينا نعلموا الأطفال ديالنا أنه كاين مبادئ ديال التسامح. واحد في الزنقة في الطريق كلاكسونا وقع مشكل، الله يسامح، نغمض عيني ونمشي، وهذاك مثال أنه الطفل ديالي غادي يكبح الغضب ديالو تا منين يكبر. هي مبادئ ديال العطاء كما هضرنا عليها، مبادئ ديال المشاركة وديال لو بارطاج، ومبادئ ديال حب الغير وحب الاخر، داكشي اللي تنبغيو نتا حنايا. اذا الله يدخل علينا في الصحه والسلامه ان شاء الله، وحلقه جديده، كابسول جديده، موضوع جديد مع بالبريس. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.